Someone دايما started the بتبقى recording. تمام يا فندم. اوكي، المفروض النهارده ان شاء الله هبتدي اجاوب على اسئله حضراتكم في هي السيشن الثانيه بتاعت الاستيت استيميشن، تكمله على الدسكشن بتاعت المره اللي فاتت. ده هو المحور الحديث اصلا النهارده، وما كانش في تاسكات كتيره مطلوبه من حضراتكم على المره اللي فاتت، مظبوط كده؟ برضه عندنا اوبجكتيف من الاوبجكتيفز النهارده ان احنا هنبتدي نتناقش هو احنا هنتقابل امتى ان شاء الله عشان نسلم المشروع باذن الله، لان this would be a one to one meeting ان شاء الله، او face to face يعني، هتبقى ان شاء الله في الجامعه يعني في الكليه. هنبتدي كده topic topic من السيشن النهارده. First of all questions في المحاضره في السلايدز ماتيريال اللي كانت بروفايد لحضراتكم. في اي حد كان عنده اي مشاكل في المحاضره دي او عنده اي اسئله؟ طيب اجين برضو نكرر السؤال. المفروض النهارده هنتكلم على المحاضره بتاعت State Estimation 2. State Estimation 2 واحده من المحاضرات اللي انا عارف ان هي مش سهله قوي، فيها ماثيماتكس شويه، وهي بتتكلم على حاجه اسمها البيجين فلتر، وده تكمله على البيجين رول اللي احنا اتناقشنا فيها الاسبوع اللي فات. برضه تو بوت كده ذا مين هيدلاينز، البيجين رول كانت رول ظريفه واتكلمنا عليها المره اللي فاتت، ولكنها كانت بتاخذ في الحسبان فقط الميجرمنتس اللي هو حرف الزد. فجي تم تطوير هذه القاعده بما ان هو يسمح باخذ في الاعتبار الانسرتينيتي في تنفيذ القرار اللي هو الاكشن، والميجرمنت اللي هو الفيدباك يعني. فبقى البيجين فلتر مصمم ان هو تو ستيجز اساسيين، بريدكشن اند كوركشن. بريدكشن بيبريدكت يا ترى المفروض ابقى انا فين ان شاء الله، جيفن ان انا في قرار معين طلبت من المواتير ان هي تنفذه. وكوركشن ويتش از يا ترى بعد بقى ما السنسورز حست انا فين، يا ترى انا مكاني كده احسن. البيجن فلتر يعتبر هو واحده برضو من الكور بوينتس اللي نشا عليها بعد كده بقى اللي هي المحاضره الجايه كالمان فلتر، وشويه بقى الفاميلي فلترز اللي جت وراها، انفورميشن فلتر وديفرنت فلترز يعني جت بعد كده، كلها هدفها ان هو الاستيميشن ده يطلع ادق واحسن واسرع and so on. فالكومبيتيشن اللي جت في المراحل اللاحقه بعد اللي هو كان بعد السنين اللي جت بعد البيجن فلتر كانت يا اما بتحاول تحسن في الاستيميت يا بتحسن في السرعه اللي بيتحاسب بيها الاستيميت بس كده، وصولا الى الفاميلي طبعا الحاليه اللي هي بتاعت الارتفيشال انتليجنس والماشين ليرنينج الجوريزمز، اللي حولت بقى بدل الماثيماتكس دي كلها بقى في شبكه عصبية أو اللي هي neural network بتحاكي المنتاليتي بتاعت الهيومن، ودي بيقولوا هو results somehow بتسبورت ده إن هي أسرع بكتير من أي عملية حسابية طبعا within a certain range لل neural network نفسها، ولكنها قد تكون الاستيميتس بتاعتها بتبقى شغالة كويس في رينج ومش شغالة كويس في رينجات تانية حسب بقى الداتا وحسب حاجات كده بس. لكن المفتاح كله وبقى اللي هو لغايه حتى العصر اللي احنا عايشين فيه النهارده ده، لما انا مش واثق في مواتيري وانا مش واثق في السنسورز بتاعتي، ازاي اقدر اعمل استيميشن للي انا فيه صح بس كده. والتكنولوجي بقى عماله تيفولف في الحته دي. This is it more or less يعني. فالمحاضره بتاعت اللي احنا المفروض بناخد فيها اسئله النهارده دي هي بتاعت الـ State Estimation 2 of the Bayesian filter. فأجين I will repeat my question. في اي حد شايف المحاضره او سمع المحاضره يعني وعنده اي اسئله او اي حاجه ما كانتش واضحه حابب ان هو يتناقش فيها؟ هو انا شفتها بس انا ستيل مش متخيله يعني as شخص بي implement روبوت ها implement ازاي الفلتر يعني كالصوره البعيده يعني. باشمهندس شروق سؤال حلو جدا، نادرا ما بتسأله بصراحه في المحاضرات، بس يعني باشمهندس شروق هنا بتقول لك ايه، طب خلاص عمر احنا هنتعلم نبص على المحاضره ونتعلم نحلها ازاي، بس لما نيجي نيمبلمنتها هنيمبلمنتها ازاي؟
فهتكلم على basic implementation. It would be an Arduino based implementation. حضرتك لو من غير فلتر خالص وعايزة تشغلي روبوت، الروبوت ده خلي برضه ابو عجلتين اللي احنا دايما بنشرح بيه في المحاضرة بتاعتنا، ففي تو موتورز تبعت لهم سبيد، وفي هنقول عندنا بقى فيدباك. النهارده هيكون الانكودر اللي راكب على المواتير دي مثلا، انكودر بيمجر يا ترى الموتور لف قد ايه بالظبط ولا سرعته قد ايه. البيزك امبلمنتيشن بتاعت حاجه زي دي بتكون من غير فلتر طبعا، void loop، ابتدي اللوب، احسب الديزايرد سبيد ايا كانت الطريقه، انالوج دوت رايت، نبعت السبيد للمواتير، وبعد كده بنميجر، نخش بقى انالوج دوت ريد من الانالوج فيدباك اليمنتس اللي هي ان ذيس كيس هتبقى انكودر، شوف السبيد دي زي السبيد الديزايرد ولا لا، في ايرور صلح الايرور بفي كنترولر بي اي دي ايا كان. however في الاثنين دول يعني في الاكزامبل اللي هو بتاع الرايتنج والريدنج اللي انا بشرحه ده، بنأسيوم ان الاكتشوال ده هو اللي جاي لنا من السنسور، وبنأسيوم ان whatever السنسور قاله لنا صح. دي نقطه. تاني نقطه بنأسيوم ان الديزاير اللي احنا بعتناه اصلا لما قلنا انالوج دوت رايت اتبعت صح او اتنفذ صح ناحيه تانيه. To put it on an Arduino على الفلتر ده، محتاجين اولا يبقى معانا الموديل بتاع الروبوت. الموديل بتاع الروبوت يعني ايه؟ يعني شويه معادلات بتديسكرايب الانبوت اللي انتوا خدتوا موديلنج او بتاخدوا موديلنج يعني. فشويه معادلات بتديسكرايب الانبوت، ريليشنال انبوت بتغير الستيتس. الانبوت اللي هو في الكيس دي سرعه العجله اليمين وسرعه العجله الشمال، الار بي امز بتاعته. الستيتس اللي هو حاله الروبوت نفسه، فهو مكانه فين في الاكس، مكانه فين في الواي، سرعته، وجهته، الاورينتيشن اند سو اون. في شويه ماثيماتيكال ريليشنز بتريليت الكلام ده ببعض. فدي اول بيس اوف انفورميشن لازم تكون معاك. وبعد كده هنخش جوه الاردوين نكتب نفس الكلام. هنحسب يا ترى الفيلوسيتي ديزايرد كام. فالفيلوسيتي ديزايرد بدل ما هنعمل لها انالوج دوت رايت ونسكت، احنا واخدين نفس الرقم ده ونعوض بيه في الماثيماتكس اللي معانا، في شويه المعادلات اللي معانا. فشويه المعادلات اللي معانا بتقول ان لو انا اديت مثلا سرعه العجلتين زي بعض، سبيد رايت وسبيد ليفت زي بعض، فانا مثلا همشي في اكس بس، فالاكس بدل ما كانت زيرو هتزيد هتبقى 1 مثلا، والواي هتفضل زي ما هي وان سو اون. فده اسمه البريدكشن ستيج، ده السهم الاولاني اللي كان في المحاضره اللي هو بريدكشن بيزد ابون ذا ماثيماتكس اللي موجوده عندي. زين هبتدي اقول طب انالوج دوت رايت، فبعت السبيد خلاص، فيبقى كده راحت فيزيكلي للهاردوير وابتدت تتنفذ، وهقوم واخد في السطر اللي وراها انالوج دوت ريد من السنسور، فالسنسور ابتدى يلف فاخدت منه ميجرمنت، فدي بقت الزدايه بتاعتي. Based upon الميجرمنت هبتدي اشوف يا ترى بقى الستيت الميجر فين. سوري الستيت الميجر دلوقتي المفروض هل الستيت الميجر هي بتحاكي الديزاير؟ لا. طب يا ترى دلوقتي الانسرتينتي بقى ما بينهم ازاي؟ طب يا ترى البيست بليفد ابروتش هو ايه؟ او ستيت هي ايه؟ and so on. وريبيت السايكل تاني. فهو البلوك اللي بيزيد هو شوية الماثيماتكس اللي بتديسكرايب البيهيفير بتاع السيستم اللي هو الموديل اوف ذا سيستم يعني، وده اللي انتم المفروض بقى تتعلموا حاجات شبهه، مش هي بس في كورسات الموديلنج اند كنترول. هل الصورة اوضح دلوقتي مش مهندسة شروق ولا لا زالت غامضة؟ يعني كده اوضح شوية. تمام، انا فاهم ان هي اوضح شوية مش واضحة قوي اللي هو بالظبط هعوض في ايه، بس ممكن اللكتشر الجايه اللي هي ستيت استيميشن 3 هيبقى فيها الاكزامبل اللي انت بتساليه بالظبط ده، يعني انا حللها على عامل بس ده على الكالمان فلتر مش على البيجن فلتر، بس ايم شور انك لو فهمتيها في الكالمان تقدري ترجعي تطبقيها تاني على البيجن يعني. بس هي مساله تمام. روبوت بالظبط وبيمشي ومش عارف ايه والكلام ده كله، والسنسور بيديني فيدباك يا ترى دلوقتي هو فين بجد، بس كده. تمام. تمام. هو انا كان عندي سؤال شبيه بس في المحاضره اللي قبلها. سؤال يا فندم، سؤال بالنسبه للكوريليشن ما بين السنسرز، يعني انا فاهمه الكوريليشن عامه فايدته ايه، لكن ما بين السنسرز انا مش شايفه له لازمه غير اللي هو في البريدكتيف مينتنس مثلا، لكن هي كده مش قادره اتخيل هستفيد بايه.
ممتاز ممتاز يا باشمهندس. ال correlation between أي two sensors ملوش أي معنى. دي إجابة صحيحة. التخيل بتاع حضرتك. ال correlation between sensors that measure related states قد يكون ليه معنى. يعني حضرتك استخدمت لفظ predictive maintenance، هرجع له دلوقتي. في الإكزامبل اللي أنا كنت شرحته ساعة ما كنت بشرح ال correlation بالظبط. ده لما كان سنسور باصص على الحيطه اليمين وسنسور باصص على الحيطه الشمال، فدول they are both measuring states coupled مع بعض. لو احنا في تطبيق، يعني هنتكلم على تطبيق مثلا اكبر شويه، انتوا واخدين ثيرمودينامكس، ففي الثيرمودينامكس خدتوا مثلا في معادلات ان البريشر والفوليوم والتمبريتشر ار سام هاو ريليتد بقى من الفيرست لو اوف ثيرمودينامكس اند سو اون. فلو انا بتكلم على محطه بتسخن بخار ومش عارف ايه والكلام ده كله عشان تطلع طاقه من الناحيه الثانيه، فلو انا عندي سنسور بتاع الضغط شغال وسنسور بتاع التمبريتشر وسنسور بتاع الفوليوم بقى هيبقى ثابت في الكيس دي لان ده فوليوم كونستنت، بس انا عندي سنسور للحراره وسنسور للضغط. طب ما انا لو عندي السنسورين دول وباخد الميجرمنتس ما بينهم there is always a correlation between both، اللي هي described اصلا بالريليشن بتاعت الفيرست لو اوف ثيرمودينامكس. يبقى ساعتها ممكن لو واحد من السنسورين دول باظ التاني لما الاقيه بيتغير اديتكت انا على طول ان في مشكله عندي في السيستم بتاعي. فعشان برضو ما توهش القصه، وقبل ما توهش القصه ارد على البريدكتيف مينتيننس. البريدكتيف مينتيننس معناها ان انا بتوقع ان المكنه او الخط اللي قدامي بتاع الانتاج ده مثلا محتاج ان هو يتعرض لصيانه قريب ان شاء الله، وده ما ينفعش يحصل غير لما اقدر ان انا اميجر ان في حاجه بتبوظ. فمثلا البليه مثلا او البيرنج اللي موجوده عندي في السيستم الفريكشن بتاعها زاد، السرعه ما بقتش زي ما هي، ايا كان. وده بيحصل ما بين سنسورز وبعضها. بس you should always be correlating، بقى لو انت هتتكلم عن predictive maintenance you should always be correlating القرايه بتاعت السنسورز دي مع الايديال. يعني انت بتكوريليتي الصح، يعني المفروض لو ده سير كونفير عادي وراكب على بيرنج، البيرنج دي مثلا بتطلع فايبريشنز بشكل معين، ايديلي في حاله انها سليمه وانا مركب سنسور بيميجر الستيت دي على البليه الحقيقيه، فالقرايه دي دايما بعملها كورليشن مع الايديال كيس. طول ما البليه سليمه المفروض الكورليشن تبقى عاليه لانها بتطلع البيهيفير المتوقع. لو الكورليشن نزلت تحت بوردر معين معناها ان الاداء بتاع البليه الحقيقيه لا يتماشى مع اداء البليه الايديال، فاقدر اتوقع ان هي لا دي قربت تبوظ، ده انا محتاج اغيرها، ده انا محتاج اصينها، ايا كان. عشان ما توهش الموضوع، الكوريليشن ككونسبت هو ملوش معنى من غير ما نبقى بنربط حاجات ليها علاقه ببعض اساسا. In our course I explained it briefly جدا، وحبيت ان انتوا تطبقوه على الحاجات اللي في ايديكم، لان practicing correlation بايديك بقى انك ماشي انك تفهمه وتحله ماشي انت خدتوها بكده في statistics، لكن doing experiments with it مثلا او على قرايات sensors حقيقيه this is what I wanted to implement في الكورس هنا. regardless هل ال states ليها علاقه ببعض ولا لا؟ وعشان كده انا قلت لكم حتى في اللكتشر فات كان في سؤال برضو على الدسكشن بتاع الاسبوع اللي فات، حد قال لي ان مفيش correlation between the outputs، قلت له yes however انك تشوف ده اساسا في الارقام وتقدر تكومنت عليه this is an addition في حد ذاته. هو ده اللي انا عايزه، انك تبقى شايف ان فعلا والله عمر الارقام اللي طالعه دي بتقول ان مفيش correlation اساسا. بس كده تمام يا فندم. تمام، شكرا جدا. شكرا لحضرتك. اوكي يا شباب، اي اسئله تانية سواء في المحاضره او في اي حاجه سابقه او في يعني اي حاجه نتناقش فيها، دينا قاعدين مع بعض وانتم صاحيين بدري و so on. ف any questions؟ نخلصها حاجة حاجة. في أي questions تانية في lecture بتاعة البيجن فلتر؟ أوكي، في أي questions تانية في أي lecture سابقة؟ أيوة يا دكتور. أيوة حضرتك مستر كريم، اتفضل يا فندم. دلوقتي يا دكتور أنا كان عندي مشكلة في تحديد إذا كان السنسور نفسه أنالوج ولا ديجيتال. يعني مثلا مثال الألتراسونيك، دلوقتي هو الريدنج اللي بيقراها دايما انالوج، بس انا لما اجي اعمل بروسيس للريدنج دي ممكن ان انا مثلا اقول لو في اوبجكت على مسافة 5 سنتي طلع لي 1 مثلا، لو مفيش يبقى 0. وممكن استخدامي للسنسور نفسه ابقى عايز اعرف الاوبجكت على مسافة قد ايه، ف
فهو كده يبقى انالوج ولا ديجيتال؟ سؤال كويس مستر كريم، بس على الديسكريبشن اللي حضرتك بتقوله السنسور ده انالوج، وانت اللي من بأوبشنال في ايديك انك تختار انت عايز تشغله في الانالوج مود ولا تعمل اكسترا كود بارت اللي هو الاف كونديشن، اف ذا فاليو از ليس ذان اور ايكوال كذا طلع 1، اف جريتر ذان اور ايكوال كذا طلع 0 مثلا يعني. فطالما انت زودت حته من الكود اللي هي بتخليه يدي الديجيتال بيهيفير ده اللي هو الاون اوف اه او لا يعني، يبقى ذيرفور كده هو في الطبيعه انالوج وانت اللي بتستخدمه ديجيتال بس كده. لكن طالما القرايات اللي جايه لك من السنسور نفسه متغيره انالوج يعني عماله تزيد بقى بتريفلكت الديستنس، يبقى هو في الطبيعه انالوج على على الاكزامبل اللي حضرتك استخدمته. تمام يا دكتور، شكرا. شكرا لحضرتك يا فندم. يا شباب any further questions في المحاضرات السابقة؟ هو انا افتكرت سؤالي ان هو في المحاضرة والبروجكت مع بعض يعني يعتبر. سؤالي سؤالي شو هو بالنسبة للفريكونسي دومين اناليسز، هو المفروض ان اعلى فريكونسي نقدر نعملها ديدكشن تكون نص السامبلينج ريت كده مظبوط؟ ما هنا بقى ده السؤال، ان انا كان عندي ديدكشن عند السامبلينج ريت بالظبط، فكنت مستغربة يعني ده معناه ايه بالظبط. بالظبط. سؤال صعب. انتوا اوريدي انا سالتكم تقريبا قبل كده على الموضوع السامبلينج صح كده؟ شانون خدتوا شانون كرايتيريان، نايكوست شانون كرايتيريان فور سامبلينج، خدتوها في اي كورس تاني ولا لا؟ ايه اخدناها في السنه اللي فاتت في الالكترونكس والانسترومنتيشن. ممتاز ممتاز. اللي بتقول ايه؟ ان السامبلينج should be greater than or equal 2 ال f max صح كده؟ بالظبط. فالايكويشن دي الايكويشن دي زي ما احنا بنقولها بالظبط، بمعنى لو عوزت تسامبل you should sample ب greater than or equal 2 double يعني اعلى frequency عندك كويس كده؟ ده معنى الجمله دي. طيب نشوف، نرجع لسؤال حضرتك، انت بتقولي اعلى frequency قدرت القطها هي كذا. طيب فنسال سؤال هنا، هو فين السامبلينج فريكوانسي في الحقيقه بقى لما انا تيجي كنت السنسور ووصلتيه بالانالوج والكلام ده كله، فين السامبلينج فريكوانسي الحقيقيه؟ ده سؤال انا مش كنت لحضرتك، ده بعمل لينا جميعا. اتفضل قولي. طيب انا كنت بشوف الوقت ما بين كل قرايتين يعني، كل يعني بعمل ميلز ما بين ممتاز يا بتاعت كل فندم، قرايه بعمل ماينس. ممتاز يا فندم. وده ايه اللي بيحدده؟ هو يعني حاجتين ميلز ده، الكود ميلز ده اللي هو T1 وT2 اللي هم الزمانين اللي بتقيسي ما بينهم قبل كل قرايه يعني، وتشوف الفرق الزمني ما بينهم. تمام. ايه اللي متحكم فيه؟ يعني الرقم ده بيبقى لو انا عايز اسرعه اعمل ايه؟ الفرق ما بين الزمانين اقدر اغيره؟ يعني في حاجات اقدر اتحكم فيها وحاجات لا، يعني في حاجات تبقى تبع الكمبيوتيشن تايم، وفي حاجات مثلا الديليز اللي انا حطاها ممكن اقلل الديليز، لكن الكمبيوتيشن صح تايم كده، ممكن اعمل صح كده. اوبتمايزيشن بس كده. لا بالظبط كده، لو انا شلت الديليز كلها من الكود والكود بقى سريع جدا، هل اقدر اسرع اكتر من كده؟ غالبا لا، إيه دي لا حاجات ما اقدرش اتحكم فيها لانها متحكم. ايه اللي متحكم لي فيها اساسا؟ البروسيسور والكريستاله او اللي هي الاوسيليتور اللي مشغله. يعني انت لو شغالين باردوينو ففي كريستاله راكبه 16 ميجا، ال 16 ميجا دي هي اللي بتدي كلوك للبروسيسور عشان يشتغل. فعمليه انالوج دوت ريد حتى اللي هي بتقرا من السنسور ماشي كده، ليها اوبريتنج تايم، ليها اكسكيوشن تايم عشان اكون ادق يعني. اللي متحكم في الزمن ده هو كريستال. يعني لو انا خدت نفس الكود بتاع الاردوينو بس عملت له بيرن على اردوينو دوي مثلا، اردوينو ليوناردو حاجه من الاردوينوز الثانيه غير الميجا والاونو اللي احنا بنشتغل بيهم كتير، الكريستاله مثلا بتاعت الليوناردو 96 على نفس الاستراكشر بالظبط وحجمه زيه زي الاونو، بس كريستالته بدل 16 ميجا هرتز 96 ميجا هرتز، فنفس الكود هيشتغل اسرع بكتير اولموست خمس اضعاف او اكتر من الكود اللي احنا شغالين بيه. فهتلاقي انك بتعرفي تقري عمليات اكتر او بتاخدي مور داتا. فيبقى هنا انا هدف الدسكشن دي هو ايه؟ ان السامبلينج فريكونسي او الفريكونسي اللي انا بسامبل بيها او فريكونسي اللي انا بقرا بيها قراياتي المتحكم فيها هو الديفايس اللي انا ماسكها في ايديا. تمام كده؟ كويس. ده كده الجزء تمام. بتاع السامبلينج فريكونسي. ايه بقى السايد بتاع الاف ماكسيمم؟ اف ماكسيمم هو اعلى فريكونسي عندك، اعلى فريكونسي عندك في ايه؟
الفينومينا اللي انت بتقيسيها، مش في قراياتك، مش في الارقام اللي هتطلع لك، في الفينومينا نفسها. ما مدى سرعه تغير الفينومينا اللي قدامك؟ يعني في اللكتشر انا اتكلمت على الاكزامبل مثلا بتاع ان انا بسخن ميه في كتل، صح كده؟ بالظبط. فلو انا بميجر درجه الحراره، هل الفينومينا بتاعت التمبريتشر از ات تشينجينج ويذ هاي سبيد؟ نو، هي بتزيد. وحتى لو انا سبته يبرد هينزل بسرعه اقل كمان، هي بتنزل بالراحه. يعني شوفي، يعني عشان نفهم يعني ايه بالراحه ولا بسرعه، شوف في الثانيه درجه الحراره ممكن تتغير من كام لكام، بس كده. فده دي لو فريكوانسي فينومينا. لو اتشقلبنا هي ما ينفعش تبقى سريعه، لان هي كفيزيكس درجه الحراره بطيئه، تغيراتها بطيئه. نفس القصه مثلا لو انت بتملى خزان ميه، هل ينفع يبقى فاضي وفي الثانيه اللي وراها يبقى فولي مليان مهما حجمه؟ حتى لو خزان الميه ده هو كتل الميه برضو، نو، ات تيكس تايم. الووتر ليفل سنسورز از ا لو فريكوانسي فينومينا. لكن لو بتكلم على سنسورز بقى، عايز اخش في حاجات اسرع. ففي مثلا في موبايلاتنا ابلكيشنز او سنسورز زي اللي هو الجايروسكوب او الانيرشال ميجرمنت يونت، اللي هو لما انت بتميل السنسور بسرعه الكوره بتقع في الحفره ولا لا، او لما بتهز الموبايل. موبايلاتنا النهارده فيها اوبشنك لما تهزها في ايديك بسرعه تكنسل او تاندو اخر عمليه انت عملتها، وده غالبا في كل الموبايلات اللي احنا ماسكينها النهارده. فده معناه ان السنسورز دي هي بتاكسبت تشينجز سريعا. هو كان مثلا انت بتهز الموبايل فهو كان رايح يمين وفجاه رجع شمال in a very low time. فدي فينومينا اسرع من اسرع السنسورز اللي موجوده. السنسورز مثلا حاجه زي الليزر واللايدر والكلام ده اللي راكب النهارده في الشوارع اللي احنا بنمشي فيها، اللي بتاخد مخالفات. وهو ده سنسور عمال يميت ليزر بيمز، والبيمز دي بتتقطع وبترجع. ايه اللي بيقطعها؟ سرعه العربيات اللي معديه. ففي نفس الثانيه البيم الواحد ممكن يقطعه اكتر من عربيه. البيم الواحد طبعا هو ما فيهوش بيم واحد، في بيمز كتير قوي، بس ان جنرال هو البيم الواحد could be interrupted more than one in the same second. فهي دي الفيزيكس او المعنى بتاع الاف ماكس، اعلى فريكوانسي في الفينومينا اللي انا بمجرها. فنظريه نايكوس شانون لما قال لك يا باشا لو انت عايز تقرا الداتا صح، اشتغل بسامبلينج فريكوانسي تكون اعلى من دبل اعلى فريكوانسي في الفينومينا نفسها اللي انت بتمجرها. يعني لو انا مثلا بتكلم على الكاتل ده، فكت لو سامعني بس لان الصوت كان انتربتد. سامعني صوتي واصل؟ اه سامعيني. سامعيني. اوكي. فلو انا بتكلم على الاكزامبل بتاع الكاتل ده، الفريكوانسي ده، الفريكوانسي معناها ان how fast can the temperature change. هتلاقي دي very low frequency، مثلا 1 هرتز، اقل من 1 هرتز كمان. ان ممكن تغير الدرجه الواحده ياخد اكتر من ثانيه، اوكي، في التبريد او في التسخين. فده معناه لو انا هشتغل على الرقم القليل 1 هرتز هو 1 هرتز، يبقى ده معناه ان انا محتاج لما اجي اقرا اجيب اردوينو واجيب سنسور يكون السامبلنج فريكوانسيز بتاعتهم اعلى من 2، اعلى من او تساوي 2 هرتز. معناه ان هو يقدر ياخد قرايتين في الثانيه، بس كده. لو انا قدرت اجيب سنسور بيقدر ياخد اكتر من قرايتين في الثانيه، ابقى انا كده هديتكت الفينومينا كلها. هو ده معنى نايكوس شانو كرايتيريا بتاعت السامبلنج دي، بس كده. فهو ده المعنى بتاع الجمله دي. لكن واكيد طبعا كل سناسرنا او سنسورز بتاعتنا، يعني كل الاردوينو اللي احنا بنشتغل بيها عندها قدره انها تجيب اكتر من 2 هرتز اوف كورس يعني. لكن لو في فينومينا تانية بتتغير، يعني لو هتكلم مثلا على الجمله دي، انا استخدمت اكزامبل ده المره اللي فاتت برضه، فايل كول التراسونيك عادي، هو السنسور نفسه بيديتكت تشينج، بس التشينج هو ان انا ماسك الالتراسونيك ومثلا وروبوت بيمشي في طرقه وبيرحل ناحيه الحيطه اليمين مثلا يعني. فالترحيل اللي هو بيعملها دي عمرها مثلا ما هبقى انا على مسافتي من الحيطه 100 سنتي، والثانيه اللي وراها بقى 50 سنتي، الثانيه اللي وراها بقى لزقت في الحيطه. This is not logical. هبقى برحل بشوية. لكن لو انت مسكت نفس السنسور وحطيت ايدك انت قدام، عمال تحرك ايديك رايح جاي رايح جاي رايح بسرعة جدا يعني، مثلا يعني بنتسته. نفس السنسور انت في ايدك هو عنده قدرة يديتكتب فريكونسي معين، ماشي. لكن الفينومينا اللي بره، الكيس الاولانية كانت very low frequency phenomena. الكيس التانية انت عمال تحرك ايديك قدام ورايح جاي بسرعة جدا، This is a high changing frequency phenomena. بس كده. فلفظ اف ماكس
معناه هو المفتاح يعني. ماشي، اتمنى اكون وضحت الدنيا لحضرتك يا باشمهندس الشروق وللساده الزملاء. تمام، أو شكرا. شكرا لحضرتك. any further questions برضه في الدسكشنز اللي احنا بنعملها دي، يعني هي اكتر منها اسئله محاضرات، هي اسئله ممكن تكون بتوضح لنا بعض الرؤى يعني عشان نبقى فاهمين الدنيا اكتر يعني. any questions شباب؟ مستر احمد صلاح معلش من شافك، معلش ثانيه يا باشمهندس كريم جاي لك، بس صلاح بس يعني ما بنشوفوش كتير، سامعني ولا انت حاطط الصوره بس؟ سامع حضرتك يا دكتور. ازيك يا صلاح، مش هتنفعنا بسؤال كده ولا حاجه يا باشا؟ ما عنديش سؤال والله يا دكتور. تمام يا صلاح، صباح الخير. اوكي مستر كريم اتفضل يا فندم، كان عندك كويسشن. كان سؤال يا دكتور بخصوص تاسك النورمال ديستريبيوشن في البروجكت. هو تاسك يعني، هو السؤال عندي من فترة، من ساعة ما عملت التاسك بس ما عرفتش اسأل يا احضرها، باشا، فمسألة بصراحة. اسأل يا باشا، اسأل اسأل. دلوقتي انا لما خدت الريدنجز وعملت، شفت كل قراية بتتكرر كام مرة، بعديها عملت بلوت على الاكسل، فطلع لي كيرف هو قريب بس سيء جدا يعني. فبعد كده دخلت على النت كده، عملت سيرش على ريليشنز وجبت إكويشن كده، هي مخصصة إن أنت لو عندك ريدنجز بتطلع لك الكيرف بيرفكت نورمال ديستريبيوشن، واشتغلت على الأساس ده. ف يعني الريدنجز بتاعت السنسور بتاعي طلعت لي كيرف هو قريب بس مش أحسن حاجة، لكن الريليشنز الستاتكس اللي أنا الستاتستكس اللي أنا دخلت بيها طلعت لي النورمال ديستريبيوشن بيرفكت. فهو إيه الفرق بقى بين الحاجتين؟ والله سؤال صعب عليا حتى مستر كريم، بس خليني اقول لك كده، اسالك الاول عشان اميك شور ان انا فاهم. انت قلت هو شبه النورمال ديستريبيوشن بس مش بيرفكت، فهل الديفورميشن ده كان مثلا ان هو مرحل ناحيه اكتر من ناحيه، يا يمين يا شمال مثلا، ولا كانت المشكله في يعني ايه مش بيرفكت؟ اه هو مبدئيا كده انا مثلا كنت بقيس على 100 سم، هو الترا سونيك، ف كان في قرايات بتطلع في 90 سنتي، يعني ايرور كبير جدا، بس وفي قرايات يعني الماكسيمم بتاعي كان 101 والمينيمم كان 90، فطبعا ده في وانا اصلا بقيس 100، فما كانش هياخد الشكل بتاع النورمال ديستريبيوشن خالص. فانا عملت بالظبط، اكسل، هو ده السؤال. ما هو اللي انت بتقوله ده معناه ان الترو فاليو 100، وانت اعلى حاجه في البوزيتيف سايد 101، واعلى حاجه في النيجاتيف سايد اللي هو الناحيه الثانيه 90. فده معناه انك لما هترسمه هيطلع مرحل ناحيه ال 90 اكتر، او التسعينات يعني اكتر، بينما المفروض ان هو شكله يطلع ناحيه ال 100، صح كده؟ عشان يطلع زي ما احنا بنشرح يعني. فالرولز اللي انت جبتها غالبا هتكون دي كوركشنز بتتزود على القرايات. كوركشنز بمعنى ايه؟ انها بتنورمالايز القرايات اكتر. ده اكيد في لفظ نورمالايزر ده موجود سام هاو في الويب سايت اللي انت مشيت وراه. نورمالايزيشن معناها ان هي بتحولها، يعني بتشيل مثلا افكت بتاع حاجه زي الاوتلايرز. اوتلايرز دي يعني اشاره كاذبه. اوت لاير، لاير يعني كاذب، يعني اوت من بره. فالاوتلايرز اشاره كاذبه، يعني قرايات من السنسور بتيجي سبايكس جامده قوي وبترجع تاني. وده غالبا نتيجه برضه السنسور اللي حضرتك تشرح عليه، ان السنسورز الالتراسونيك بتشتغل وبتطلع قرايات كويسه في الرينج القريب، لكن ما بتطلعش قرايات كويسه قوي في الرينج الابعد اللي هو البعيد اللي الناحيه الثانيه. ف anyway برضه عشان ما مسرحش بيكم كتير يعني اقعد اتكلم، ف you have measurements. صح، كون ان انت استخدمت corrections دي وارد انها كل الناس بتستخدمها since they are available online. هي مش تغيير في البيانات، هتلاقي ان انت اديت له الاكسل فايل او الداتا اللي كانت عندك، عملت عليها sub operation قامت طالعه لك في الشكل النورمال بتاعها. الاوبريشنز اللي حصلت في النص دي حاجات عامله زي انتوا خدتوا regression مثلا. كويس، الريجريشن ده والليست سكوير ايرور اند سو اون، الحاجات دي بتعمل ايه؟ بتحاول تقرب الداتا اللي افيلبل عندها لشكل معروف. يعني فور اكزامبل اللينير ريجريشن بيحاول يقول لك الداتا المنعكشه اللي عندي ايه احسن بيست فيتنج لاين بيعدي خلالهم. ده اكزامبل الريجريشن. في حاجات تانية بتحاول تفيت الداتا
على موديل المفروض تطلع. ولما بتيجي تفيت الداتا بقى بتدور هي على اقرب ابروكسيميشن يخليها تفيت شكل الداتا اللي هي عايزاه يطلع. فالريجريشن في حد ذاته هي طريقه من طرق الكوركشن اللي انت بتشرحها، لان احنا لو خدنا الداتا العاديه، لو انا مثلا عندي بمجر درجات الحراره مثلا بتاعت الكاتل اللي كنا بنتكلم عنه من شويه، فبتزيد دي، فالمفروض تبقى طالعه على طول. لو انا وصلت النقط دي ببعضها تطلع منها كشف، لكن هتلاقي ان في كوركشن اكشن بيحصل ان هو يعملها فيتنج على شكل ستريت لاين اللي هو اللي اسمه ريجريشن اللي انتوا خدته بس كده. فيبقى ذير فور الكيس اللي ظهرت مع حضرتك، ميبي حضرتك بذلت مجهود ان انت تحاول تحسنها اكتر فلقيت الاجابه اللي هي بتاعت الكوركشن افكت دي. بعض الزملاء الباقيين ممكن يكون هو طلع الشكل عنده اوكي شبه الجاوشن وخلاص، فما فيش مشكله فهنعمله برزنتيشن اس ساتش. وانا بصراحه مش طالبها ان هي يطلع ايديال، يعني ايديال ريكوايرد ان هو يطلع ايديال، بس انت خدت اكسترا مايل which is thank you. بس النقطه الزياده اللي في النص هي ان الداتا عمرها في الحقيقه ما بتكون 100% matching مع الاكسبكتيشن، فدايما بيوجد في النص حاجه تعمل لها داتا فيتنج اللي احنا بقى بنتكلم عنه ده. داتا فيتنج في الكيس بتاعتك كانت داتا فيتنج على شكل جاوشن. ان اشهر الاكزامبلز اللي انتوا خدتوها للداتا فيتنج اللينير ريجريشن اللي بتطلع ستريت لاين بس كده. اتمنى اكون على الاقل نورت شويه في الحته دي. تمام يا دكتور. طب سؤال اخير برضه في نفس الحته، اتفضل يا فندم. هو انا عندي لو كنت مثلا عملت اكسكلود لرينج معين وخدت رينج صغير مثلا اللي هو سي من 99 للمية واحد، كان بيطلع فعلا قريب جدا للجاوشن، بس ساعتها انا هبقى اهملت ريدنجز كتير يعني، ومش على كويس. اساس شفت منطقي. شفت بقى الجملة، شفت الجملة، الجملة هنا خطر، لأن اللي أنت بتقوله لو أنا اشتغلت من 99 ل 101 هيطلع جاوشن، بس أهملت قرايات كتير، القرايات الكتير دي بره البوردر بتاعك، صح كده؟ صح. ودول اللي بيسموا بالإيه؟ سألهم شوية، أوت لاير. دي قرايات أوت يعني كاذبة، أوت بره، بره إيه؟ بره الرينج اللي أنت محدده. فهتلاقي دي اللي هي من الآخر عاملة زي سبايكات سريعة كده بتروح وبترجع. يعني if you check your data هتلاقي مثلا ان انت كنت عند 99 98 وبعد كده 90 وبعد كده ترجع تاني تقرب 97 99 وبعد كده مثلا 91 وبعد كده ترجع تاني تقرب، فاهم؟ فدي اوت لاين بتروح تدي سبايك وترجع تاني، تروح تدي سبايك وترجع تاني، فهي دي الاوت لايرز، لانها ما بتبقاش جزء متماشي مع تغير الفينومينا الحقيقي. هتلاقي القرايات كانت مثلا بتثبت على رينج وبتضرب ضربه وتقوم راجع، تضرب ضربه وتقوم راجع. فانت لما بتجنور الاوتلايرز بيطلع لك الشكل عادي بس كده. وهو ده غالبا هتلاقي اللي عمل الحته الكوركشن سيجنال، لان هو وي كان ديتكت ستاتستيكالي الاوتلايرز من خلال التغير اللي هي بتعمله. اي فينومين احنا بنمجرت بتبقى بتتغير بشكل معين، لكن فجاه لما يطلع لك كده سبايكايه وقامت راجعه تاني، يبقى البتاع اللي طلعت ونزلت دي مالهاش لازمه، دي اوت لاير. فهتلاقي ان هو الكوركشن دي قد يكون اهمل هذه النقط، فان طلع له الكيرف صح. او برضه عشان تبقوا عارفين في كيسز ثانيه مش شرط ان هو يهملها، ممكن يعمل لها سموذنج. يعني ايه سموذنج؟ عامله زي الافرج كده، اللي هو يعني مثلا هي لقاها هي عاليه لوحدها فبيجي ريبليس الفاليو بتاعتها بدل قيمتها الحقيقيه مثلا هي 90، ياخد الافرج بتاع قرايتين قبلها وقرايتين بعدها ويحطه عندها، فيبقى هي اوبا متراجعه تاني وقفت وسط اصحابها، بدل مثلا كان اللي قبلها وبعدها 99 97 98 99 وهي لوحدها 90، يقوم عامل الافرج بتاع الخمسه دول ويقوم حاطه مكانها، هيقوم طالع مثلا ايه 96، فتبقى اقرب لاصحابها. يعني there are different correction ways to handle the outliers. وهو يعني انت اكدت المعلومه ان هو فعلا البيهيفير كان بيروح وبيرجع بيروح وبيرجع، فده متماشي جدا مع لفظ outliers اللي احنا قلناه. تمام يا دكتور، شكرا. شكرا لحضرتك يا فندم. يا باشمهندسنا الكبار، any other questions؟ project في lectures قديمه في ايا كان؟ باشمهندس عبد الرحمن حضرتك النهارده ما سالتنيش خالص. اسم مريم جاي لك حالا. دكتور في اي questions باشمهندس عبد الرحمن؟ لا مفيش. تمام يا فندم. ميس مريم بتاعت تتكلم قبل ميس نور او مستر نور، معلش انا مش عارف نور ده بوي او جيرل. ميس مريم دكتور لو سمحت اتفضلي. ميس مريم صوتي واضح؟ اتفضلي.
اوكي، كنت عايزة أسأل على الـ accuracy والـ precision بالنسبة للـ digital sensor. بمعنى الـ equation اللي احنا أخدناها مش يعني مش مناسبة إن هي تطلعه بالنسبة للـ digital، يعني مش عارفة احنا المفروض نطلع له accuracy والـ precision ولا أصلا ده مش مناسب ليه كـ digital sensor وقرايته يعني. ماشية بالظبط مع الجملة اللي جاوبتها من شوية بتاعت correlation، إن sometimes it is not meaningful إن إحنا conduct it، لكن we are practicing how to do it. بس كده. فبالنسبة للديجيتال سنسور إن إحنا نمجر الأكيورسي والبريسيجن، ما إحنا لو حسبنا الأفريج مثلا عشان حسابات البريسيجن هيطلع رقم لا 1 ولا 0، وده ملوش معنى فيزيكلي يعني أوي، لكن we are practicing بس على السنسور ده عشان برضو نطلع بالفايندينج، ان هو يعني زي الكومنت بتاع حضرتك في حد ذاته ده هو يعتبر فايندينج بالنسبة لي من هذه التجربة، ان الستودنت بيقول اه والله الرقم اللي طالع ملوش معنى، احنا خدنا المين طلع 0.6 which doesn't have any meaning لان ده ديجيتال سنسور فهو يا 1 يا 0، فده في حد ذاته فايندينج. اجين خليني اكرر لحضرتك ولحضراتكم التطبيق في الماثيماتكس اللي احنا عمالين نعمله، المعادلات مش صعبة خالص، لا correlation ولا precision ولا frequency ولا حاجة، وكلها موجودة على النت. زي باشمهندس كريم كده ما دخل ناس حاطين كود أو steps نمشي عليه عشان ننظف الداتا. في فرق كبير قوي ما يبقى معاك المعادلات، المعادلات دي بتعرف تحطها على الداتا بتاعتك وتطلع لك حاجة كيرف أو رقم أو أيا كان، وإن أنت تبقى فاهم كل رقم طالع. هو ده اللي إحنا عمالين نعمله، ده الفوكس بتاعي في الكورس ده مع حضراتكم، إن أنتوا كل رقم طالع تقولوا. زي مثلا discussion بقى كده ما ماشية، عمر ما كيرف شكله مش حلو، يا عمر ما الفريكوانسي اكبر فريكوانسي كذا، الارقام اللي بتطلع وفهمكم ليها هو ده الريتيرن بتاعي من الكورس ده ومن البروجكت، ان انتوا تبقوا فاهمين الارقام دي لوجيكال ولا لا، عشان ما تروحوا في اي ليتر اون ان شاء الله في اي بروجكت او بعد ما تتخرجوا تشتغلوا تبقوا انتوا فاهمين معنى الارقام مش مجرد تعرفوا تحسبوا. فالباشمهندسه مريم بتساله هنا صح، طبعا تطبيق البريسيجن والاكيرسي على الديجيتال سنسور مش مينينجفول، يعني ملوش معنى ثري يعني ان انا هطلع بحاجه، معناه اكتر بيجي في الانالوج، لكن وي ار براكتسنج ليه؟ عشان نبقى عارفين بعد كده لما تروح تقفي في مصنع ويجي مهندس او سوبرفايزر اي كان يقول لك نحسب ده، تقولي له ماشي بس الرقم اللي هيطلع مش معبر عن حاجه قوي، بس ده في حد ذاته اوتكم احنا بنطلع بيه ليرنينج اوتكم من الكورس ده. بس كده، اتمنى اكون جاوبت سؤال حضرتك يا باشمهندس مريم. شكرا جدا دكتور. شكرا لحضرتك فعلا. مش مهندس نور. ايوه دكتور. اتفضل يا فندم. معلش انا احنا معانا هيوميديتي سنسور بتاع التربه. تمام. ده مش عارفين ناخد له ريفرنس من حد. بمعنى يعني انا عايز اتاكد ان هو بيقيس كويس، بس انا مش عارف رطوبه التربه في اللحظه اللي انا بقيس فيها قد ايه. كويس، يبقى انت اعمل انت الانفايرمنت. اسمح لي اسالك، حضرتك بتقيس التربه دي بتحط السنسور في ارض حقيقيه ولا انت جايب مثلا جردل او حاجه ومليها رمله؟ لا انا جايب زرعه حقيقيه. كويس قوي، طول ما هي زرعه حقيقيه عمرك ما هتعرف، لان انت اللي انا هقوله لك ده مش هينفع يطبق على زرعه حقيقيه، بس انت ممكن تجيب قصريه زرع او جردل او ايا كان وتملى فيه طينه ناشفه، اوكي، وبعد كده تطلق مثلا على الطينه الناشفه دي كوبايه ميه بسايز معين وتعتبر ده هو الريفرنس بتاعك، وتعمل بقى بقيه كل الاكسبيرمنتس وذ ريسبكت تو ذيس ريفرنس. او يا عم حتى من غير ما تطلق كوبايه الميه، انت جبت شويه طينه من عند الجناين حطيتها في قصريه الزرع دي، خلاص حط السنسور وخد بقى رايات كتيره، ده الريفرنس الثابت بتاعك. بعد كده لما تطلق بقى انت شويه ميه الرطوبه اتغيرت، هيطلع لك ميجرمنتس مختلفه، لما تحطه في الشمس نفس قصرية الزرع دي المياه هتتبخر من غير ما انت اللي انت دلقتها وقبل حتى ما تدلقها، فالرطوبة هتقل and so on. فانت لازم تحط سيناريو ثابت، عشان كده بقول لك اللي بقوله ده مش هينفع مع زرع حقيقية، انك بيزيك اللي انت محتاج تسقيها كل يوم وقال لها هتموت، او يعني تسقيها في باترن معين عشان ما تموتش يعني، فانك تجفف الارض خالص يبقى احنا كده بنموت الزرع. My advice would be conduct the experiment with a known reference، انت اللي خالق هذا الريفرنس يعني في ظروف معينه. وخليني برضه اكون اوضح في الحته دي، انتوا او الاكسبيرمنت دي اللي انا بقولها حتى انك تاخد ريفرنس ثابت هتفرق كتير قوي ان احنا بنعملها دلوقتي في ديسمبر عن نفس الكورس ده لو انا بديه لحد تاني في السمر، لان انت لو رحت الجناين النهارده جبت منه شويه طين حطوه في قصريه زرع، جو الهيوميديتي العام بتاعنا اللي احنا عايشين فيه النهارده
مختلف عن ان شاء الله من اشتري مثلا في السمر ولا حاجه بس، فيبقى ذيرفور الريفرنس بتاعك بيزد على اليوم اللي انت بدات فيه وانت مش هتبقى عارفه. يعني اجين برضو انت مش محتاج تبقى، احنا مش في الزراعه قوي وفي رطوبه التربه لدرجه ان انا عايزكم تبقوا فاهمين قوي الرطوبه بتاعت التربه بتتغير ازاي، لكن انا عايزك الريفرنس اللي انت ابتديت منه تقدر تكوندكت اكسبيرمنتس ريلاتيفلي وتقدر تطلع بارقام منها بس كده. هو حضرتك في المعدل حط كوبايه ميه بيدي 100%، هل انا ممكن اشتغل على ده كريفرنس؟ ما هو 100% ده مش لا، لان انت كده انت بتدوق كوبايه ميه فالارض تشبعت بالميه فخلاص. ما عشان كده قلت لك يعني هات طينه ساده من الراجل ومن غير ما تدلق حط السنسور، وبعد كده انقعها في الشمس شويه ولا حاجه المفروض انها تنشف خالص. وبعد كده اما انت بتدلق ميه وبعدين لو كوبايه ميه بتحوله 100% يبقى انت ما بتدلقش كوبايه، ادلق يا سيدي غطى ازازه ميه فاهم، حبه صغننين كده وقيس يعني فاهم. مش ده عشان انت بتدلق كوبايه لانك تسقي زرعه مش بتحط لك انا بحط انا بحطه هو في كوبايه الميه مش بدلق في الزرعه خالص دلوقتي. بتحط السنسور في كوبايه الميه فكان بيدي ان الهيومنتي 100%. هو لوجيك صح كده؟ بالظبط صح. ماشي خلينا في الطينه بقى يعني ده ممكن استخدمه كعرف عشان اقيس بس الاكيورسي، لان انا ما عرفتش اقيس الاكيورسي من الزرعه. البرسيشن نوعا ما ممكن تتجاب، لكن الاكيورسي محتاج انا اصلا اعرف ماشي يعني انت بس عايز، انت لو انا فاهم قصدك انت عايز رقم تبقى ضامن انه 100%. بالظبط صح. طيب ماشي، يبقى في الحاله دي الرقم انه 100% انك تنقعه في الميه وغرق بقى الزرعه او غرق الطينه فاهم، يعني ادلق عليها ميه كتير قوي تمام وحط. يبقى انت كده المفروض نظريا انت لو دلقت عليها كذا كوبايه ميه فالارض متشبعه تماما بالميه وميجر بقى فاهم. فانت هتتعامل ان الايديال كيس بتاعتك كوبايه الميه واسيومينج ان جوه الطينه برضو نفس الكلام. تمام. شكرا لحضرتك. اوكي شباب، اني مور كويستشنز؟ Apparently no further questions, so we need to agree بقى على الخطوة اللي وراها. زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت أنا مش هطلب تاسكات جديدة في البروجكت، أو زي ما واضح كده الناس بتظبط قراياتها بتظبط الفايندنجز بتاعتها بتظبط شكلها and so on. إحنا محتاجين نتفق على ميعاد هنتقابل فيه، هيبقى يوم كده في الكلية إن شاء الله نسلم البروجكت بتاعنا. إحنا المفروض الـ last teaching day بتاعنا قبل الامتحانات يوم 13 يناير إن شاء الله. فاحنا محتاجين نسلم قبلها. Personally in my opinion، ودي حاجه طبعا ترجع لحضراتكم، I prefer ان احنا ما نبقاش في اخر اسبوع عشان تبقوا انتوا يعني somehow لو ايا كان بقى تظبطوا ظروفكم في المذاكره and so on. فانا هسيب لكم، بس كويس ان صلاح معانا النهارده، مش عارف بقى في حد تاني من الساده المندوبين الدفعه موجودين ولا لا، بس احنا محتاجين نعمل فوت. انا محتاج من حضراتكم يوم بتقابل في الكلية أربع ساعات متتالية up to أربع ساعات، طبعا مش الدفعة كلها بس أنا هنزل سكادجول، هيبقى التيمز متقسمة في رينج أربع ساعات إن شاء الله بإذن الله نلتزم بجدول. يعني أنا معظم مناقشاتي ببقى ملتزم بالجدول. كل تيم هيبقى في رينج من 5 to 7 minutes، مش محتاج أكتر من كده. هشوف البروجكت شغال، هشوف البانر اللي عاملينه أو اللي هو البوستر اللي عاملينه، وبعد كده هنتحرك على طول. بس انا محتاج منكم تعملوا فوت او ايا كان تطلعوا لي باليوم ده يا عمر يوم كذا. ماشي مستر صلاح، حضرتك سامعني؟ سامع حضرتك يا دكتور. تمام يا فندم، بس كده. فهستنى مثلا منكم النهارده يوم الاحد عشان اظبط دنيتي كده، ممكن نقول مثلا على يوم الاربع الجاي بالكتير، لغايه الاربع الجاي بالكتير اكون عرفت كده الديسيجن بتاع الموعد، اظبط جدولي واظبط الجدول مع حضراتكم. في ايام هنبعد عنها ممكن، بس كده للتاكيد برضه عشان ما حصلش كلاش، خلينا في يوم 5 يناير احنا عايزين نبعد عنه خالص. ولوجيكلي بقى هيبقى طبعا 6 او 7 عشان هيبقى اعياد، بس انا واحنا طيبين. وبس كده دي الايام اللي كونستريند بالنسبه لي. باشمهندس شروق رفع ايديها، اتفضلي. هو انا كنت عايزه اسال على ايه سباكس البانر، يعني ايه سباكس مطلوبه مننا نحطها في البانر؟
كويس. البوستر ده في معظم الجامعات العالميه الناس بتبريزنت كل شغلها على بوستر بيتعلق على حيطه جنبهم. البوستر ده ممكن يبقى السايز بتاعه 90 في 60. انا ممكن ابعت لكم شويه صور لحاجات تمبلتس جايه برده من على النت او لينك جوجل حتى تبصوا على سامبلز. هو بيبقى 90 في 60 رفلي كده، في حاجات الناس بتعمل اكتر مفيش فرق يعني. 90 ده الويتس و60 ده الهايت الارتفاعين. بس بيبقى مكتوب عليه اسم البروجكت من فوق، بيبقى مكتوب الموتيفيشن ان احنا نعمل البروجكت، البارتس ذات وي يوزد، الاكسبيرمنت ذات وي ديد، الريزلتس ذات وي جت، كومنتنج على الريزلتس ذات وي جت، تبيوليتنج الريزلتس، حطينا في جدول، عاملين كيرفات وطالعه بتزيد بتقل، وكومنت. الهيد ديسكشنز من الاخر احنا عمالين نعملها دي ثرو اوت ذا الميتنجز بتاعت. بس فاللي هو لما الشخص ده يعني لوجيكلي بيبقى واقف مثلا في قاعه ولا في اي مكان وحاطط البوستر جنبيه وبيعدي عليه ناس، الناس دي طبعا الكلام ده احنا عارف نعمله في ظروفنا ولا لا نوت نيسيسري. بس ان جنرال بيبقى واقف على بوستر بيعدي عليه ناس، صباح الخير البروجكت بتاعك والله كان ايه، كلمنا عنه شويه، او الرقم ده انا اشتغلت على بروجكت زي ده طلع عندي الكيرف ده مختلف او الرقم ده ما كانش بيزيد، فانت ايه الظروف اللي اشتغلت فيها. بس فاللي هو من الاخر بترفلكت كده في صفحه واحده مفروضه على الحيطه فهم التيم او الستودنت لكل اللي حصل، لكل اللي عمله في البروجكت بالمخرجات بتاعته بمعناها بالكلام ده كله. هو من الاخر يعني مثلا لما بنشوف كيرف زي ده ممكن اسال انا سؤال على البوستر تبقى الإجابة بتاعته ببساطة إن بترفلكت إن الشخص ده مش فاهم أصلاً هو السنسور ده كان بيعمل. بس كده يعني الكوريليشن، والله هو الكوريليشن ليه هنا طلعت بوزيتيف بس كده يعني، ده سؤال فده عشان كذا وكذا كذا كذا تمام. بس بترفلكت يا الشخص فاهم يا الشخص كومبليتلي مش فاهم هو بيقول إيه. بس فهي الكونسبتس مش تقيلة اللي احنا واخدينها، لكن فهمها هو أهم حاجة زي ما احنا بنقعد نكرر في الميتينجز بتاعتنا. بس كده تمام يا باشمهندس شروق؟ تمام اه شكرا جدا. شكرا لحضرتك. اوكي يا باشمهندس صلاح هستأذن حضرتك بس قبل ما تنزل الفوت على الايام تتواصل معايا تقول لي هي الايام السجستد برضو احتياطي للتاكيد برضو لا يكون في حاجه تانية فيها كونسترين، وبعد كده هننزل الفوت وبعد كده هستنى بقى منكم نتيجه الفوت. الميتنجز برضو ممكن من 8 الصبح ل 12 يعني هو ده، او انا عايز 4 ساعات وخلاص وانا بشتغل من بدري ف ان شاء الله نخلص من بدري يعني. اوكي وغالبا هيبقى يوم سبت يا دكتور، ان احنا اجازه يوم السبت، يوم سبت هيبقى يوم 8 8. انا ما عنديش من حيث المبدا مشكله، بس ده بعد العيد على طول بتاع الاخوه المسيحيين، فاعتقد انه مش هيبقى سيوتابل. بس يعني لوجيكلي سبيكينج مش هيكون سيوتابل علشان يبقى بعد العيد على طول. الاسبوع اللي بعديه السبت اللي بعديه يبقى الامتحانات على طول صح؟ ما بالظبط، ما الفكره ان احنا لو عدينا السبت ده هندخل لو في دكاتره عايزه تعمل محاضرات او حاجه في اخر الاسبوع ده فهيبقى معانا حد واتنين، لو دكاتره تعمل محاضرات فكده اليوم باظ، وتلات واربع وخميس مش عارف هيبقى فيه لسه سكاشن في الكليه شغاله ولا لا. بس يعني انا مش شايف فكره لطيفه ان احنا ننزل قبل الامتحانات بيومين او بيوم عشان طيب مش احنا لينا ميعاد محاضره اصلا يوم الاثنين، مادتنا اساسا يوم الاثنين مظبوط صح كده المحاضره. طيب احنا ممكن نستغل الاثنين اللي هو اللي بعد ده هيبقى كام، هيبقى 10 مظبوط كده، السبت 8 فالاثنين يبقى 10 مظبوط. ممكن 10 ده لو عرفنا نستغل ان احنا اساسا اوريدي لينا سيشن، وقول لي بقى يعني برضو دبل تشيك معايا تاني كده اشوف مين اللي موجودين دكاتره يوميها، ادبل تشيك معاهم هل هيستخدموا السلوت ولا لا، ان كيس نوت ممكن نيجي نضرب ونخلص تمام يعني برضو ما نضيعش وقت الناس كده. انتوا بريفوا برضو مع بعضكم كده كدفعه اتكلموا ايه الايام المقترحه. بس انا افضل ان احنا نبعد عن ايام الاعياد عشان يعني جاست قبل العيد بيوم الناس مش بعدها عيد ونقعد نشتغل على بروجكت، ولا تاني يوم صباحيه العيد نقعد نشتغل، فلوجيكلي مش صح يعني. بس فاتفقوا مع بعض وتعالى لي بالسجستد ديتس نتناقش فيها تمام. اوكي تمام يا فندم. اوكي يا شباب any further questions او اي كومنتس تانية حابين نتناقش فيها قبل ما نتكل على الله؟ Since there are no hands raising فبشكركم على وقتكم ونتقابل إن شاء الله على خير الأسبوع الجاي. شكرا لحضراتكم ومع السلامة.